حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان: حدثني عبد الرحمن بن عابس: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المراه تهوي بيدها الى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم اتى هو وبلال البيت